التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، واللي تهدف إلى نشر الوعي الصحي لكافة فئات المجتمع بإمارة الشارقة. راح نتحدث اليوم بإذن الله حول موضوع صحة الموظف والعمل عن بعد. ممكن أغلبنا خلاص بدأ يروح المكتب ويداوم، والنص الآخر دوامة عن قريب إن شاء الله، وفي فئات كذلك راح تستمر للعمل عن بعد لفترة من الزمن. فاليوم بإذن الله راح نتكلم عن صحة الموظف والعمل عن بعد بشكل مبسط وسريع بإذن الله. قبل ما نبدأ في الموضوع راح نعرف الصحة. شو هي الصحة؟ ممكن الكثيرين لو سألناهم شو تعريف الصحة عندكم يقولون أن نحن ما يكون عندنا أمراض، ويعتقدون أن الصحة هي فقط خلو الجسم من الأمراض الجسدية مثل عندنا السكري، الضغط، الربو وما إلى ذلك. ولكن في الحقيقة الصحة لا تشمل فقط الخلو من الأمراض الجسدية، وإنما هي تشمل جوانب أخرى مثل الحالة النفسية والحالة الاجتماعية. وعلى حسب منظمة الصحة العالمية فهي تعرف الصحة بأنها حالة المعافاة الكاملة أو التامة من الناحية الجسدية والاجتماعية وكذلك النفسية. فقبل هذا هو تعريف الصحة بشكل عام. إنزين، أولا حاليا نحن ياسين نعمل عن بعد من بيوتنا، فكيف نحافظ على الصحة الجسدية؟ اليوم راح نتكلم بشكل أكبر عن الصحة الجسدية. أول نقطة عنا الرياضة والنشاط البدني شيء جدا جدا مهم. يوم نقول الرياضة مو بشرط أن أنا أسير النادي أو أبذل مجهود كبير وأسوي رياضة ذات كثافة عالية، لا، مجهود بسيط أو تمارين بسيطة في المنزل قد تكون كافية ووافية خلال اليوم. العديد ممكن مثلا وانتو جالسين في البيت تنسون تاخذون بريك للراحة، ويكون العمل متواصل بالساعات، اجتماع ورا اجتماع او مهام عنا تكون متراكمة، فضروري ان ما تنسى نفسك وتقوم تتحرك. اذا تحس انك انت راح تنسى، راح تركز في العمل وايد وراح تنسى الحركة، ممكن ان انت تحط منبه يذكرك ان الحين وقت الحركة وتخلص وترد لعملك. فتجنبوا هاي العادة انكم تجلسون ساعات طويلة بدون حركة، وحرصوا انكم تاخذون قسط من الراحة تمارسون فيه بعض تمارين التمدد او تمارين بسيطة اخرى، اي تمارين تحبون تمارسونها عشان تحركون دورتكم الدموية، وبعد لافراز هرمون الاندروفين واللي بيساعدكم في تعزيز شعور الايجابية اثناء عملكم. النقطة اللي بعدها وهي تعد كذلك نقطة مهمة جدا وقد يغفل عنها البعض، وهي الحفاظ على وقت كافي من النوم. ضروري جدا ان نحن ما نهمل وقت النوم، فهو مهم جدا مثل ما ذكرت. الكثير من الناس يهتمون عنا بجانب التغذية والنشاط البدني وينسون عنا جانب النوم، والبعض من الناس يشتغلون في عنا وقت الليل ويسهرون ساعات طويلة، وهالشيء قد يأثر على صحتهم تأثير سلبي. النوم الكافي وقت الليل جدا مهم، وحتى له تأثير على الوزن وقوة المناعة. وفي وقت النوم سبحان الله الجسم يبدأ يجدد الخلايا، فمهم جدا أن نحن نحرص على أن نحافظ على النوم 7 إلى 8 ساعات في اليوم، عشان مثل ما ذكرنا تعزيز المناعة، وكذلك هو يأثر على الوزن والهرمونات في الجسم، فضروري جدا نحافظ على وقت كافي من النوم في وقت الليل. كذلك عندنا من الأمور المهمة جدا هي الوجبات الغذائية خلال اليوم. مهم جدا أن نحن نقوم بتنظيم وجباتنا خلال اليوم. عندنا مجموع الوجبات 5 وجبات غذائية، 3 وجبات رئيسية اللي هم الغداء والعشاء أو الريوق والغداء والعشاء، ومن بينهم تكون في وجبتين إخفاض كسناك. يعني مو بأنا جالس أشتغل معناته أن أنا أنسى وجبة معينة وأسوي لها سكيب. لازم نحافظ على تناول هاي الوجبات الأساسية والسناك في اليوم،
وضروري جدا ما ننسى الخضرة والفواكه خاصة في هاي الأيام عشان نعزز من المناعة وعشان نحمي نفسنا من الأمراض. وعلى طاري نسوي سكيب للوجبات أو نأجل وجبة، الكثير من الناس يتجهون لهاي هذا السلوك عشان يقولون ننزل من وزننا. هذا السلوك بالطبع سلوك خاطئ، فأنت إذا سويت سكيب لوجبة أو تجاهلت وجبة ما أكلتها، هالشيء ما بيساعدك ان انت يعني تنزل وزنك بشكل صحي، بالعكس راح يأثر عليك بشكل سلبي. ممكن الوجبة اللي بعدها اللي تليها انت تتناول الاكل بشكل بكميات اكبر، فهني انت ما سويت شيء، يعني سويت سكيب للوجبة الاولى وبالتالي كلت اكثر في الوجبة الثانية. وكذلك ان يوم انت تتجاهلون وجبة ممكن هالشيء يأثر على مستوى السكر في الجسم وكذلك على بعض الهرمونات في الجسم. وكذلك شيء جدا مهم لابد ان احنا نحافظ على خاصة في هاي الايام على اخذ فيتامين د، سواء من مصادر الاطعمة مثل عنا السالمون، البيض، الكبد، وكذلك عنا الحليب، وكذلك فيتامين سي من مصادره الطبيعية اللي هي الخضروات الورقية، الفلفل البارد، الطماطم أو ما إلى ذلك. وكذلك عندنا الخضروات والفواكه خاصة اللي تكون ملونة بألوان مثل البنفسجي، الأحمر، الوردي وهالألوان، لأن هاي الألوان الفواكه اللي تحتوي على هذه الألوان غالبا ما تعتبر عالية بمضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة تساعدنا في محاربة الأمراض وتقوية المناعة. آخر شيء عندنا شيء جدا مهم ولازم ما نغفل عنه، اللي هو شرب الماء بكميات كافية ووافرة. يمكن نحن في مكاتبنا يوم نشتغل في مكاتبنا ما ننسى نشرب الماء، تكون دبة الماء عدالة ونشربها من فترة لفترة، لكن الحين في البيت يعني كثير من الناس ينسون انهم يشربون ماء. ضروري انكم تخلون دبة ماء عدالكم وانتم تشتغلون وتشربون الماء من فترة لين فترة عشان يقيكم هالشيء من الجفاف، وكذلك عشان لتروية الجسم من الجفاف. هذه كانت أبسط أو نقاط بسيطة وسريعة حول صحة الموظف وأهم الأمور التي يجب اتباعها أثناء العمل عن بعد. نتمنى أنكم تكونون استفدتوا من النقاط، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة. مع السلامة.